إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيما يتعلق بدرس الأمس، مسألة هامة عندما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه مسألة التوحيد والشرك، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ولذلك سيأتينا تعريف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقلت لكم إن هناك مسألة لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع، وهي مسألة الولاء والبراء. وقد وجد خلط بين إفراط وتفريط في هذه المسألة، أعني مسألة الولاء والبراء. وهذا هو الذي حدا بعلمائنا أن يبينوا مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. والخلط على ضربين: هناك من يوالي الكفار بدون تحفظ فيحبهم ويناصرهم ويؤازرهم، يحبهم بقلبه ويواليهم بأعماله ويتمنى انتصارهم على المسلمين ويتنازل حتى لعباد القبور، بل ويعتقد أنهم أمراء له، بل ربما عقد لهم بيعة خاصة في عنقه تحت التنظيمات الحزبية التي ينتهجها هؤلاء، فيوالي حتى عباد القبور بل ويوالي غيره من الكفار، ويتمنى انتصارهم على أهل الإسلام وأهل التوحيد خاصة. وعلى النقيض من أولئك، هناك من يجعل الولاء، هناك من يفسر كل تعامل مع غير المسلمين يفسره بأنه ماذا؟ بأنه موالاة لمن؟ للكفار. حتى قد وصل الأمر إلى تحريم بعض البضائع وإلى تحريم البيع والشراء والإيجار والاستئجار مع الكفار، بينما تجد بعض من هؤلاء يقولون ذلك بألسنتهم وهم يعيشون تحت حمايتهم وتحت توجيهاتهم، بل يوجهونهم في الكلام على أهل الحق وأهل المنهج السلفي السني الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة دولة التوحيد. فبين هؤلاء وأولئك بين العلماء الولاء، مفهوم الولاء والبراء، وسأتكلم عنه في في النقاط الآتية: أولا، ما معنى الولاء والبراء؟ ثانيا، أدلة وجوب الولاء للمسلمين ووجوب البراءة من الكافرين. ثالثا، منزلة الولاء والبراء في الإسلام. رابعا، أقسام الناس في الولاء. خامسا، حكم الموالاة من حيث الإسلام والكفر والتحريم والجواز. سادسا، ضوابط معينة يتبلور بها
مفهوم الولاء والبراء وتزول بها بعض الشبه التي يتعلق بها من لا يفهم هذا الأمر. فأقول وبالله التوفيق أن معنى الولاء القرابة والنصرة، هذا في الأصل، والمحبة. ومعنى البراء التباعد من الشيء. ومعناهما شرعا الولاء حب الله ورسوله والمؤمنين ودين الإسلام، ونصرة الله ورسوله والمؤمنين ودين الإسلام المترتب على هذا الحب. هذه حقيقة الولاء. والبراء بغض دين الكفار وبغض جميع الطواغيت وبغض كل ما يخالف دين الإسلام، وبالتالي محبة انتصار المسلمين عليهم ومحبة يترتب على هذا البغض محبة انتصار المسلمين عليهم ومحبة تمكين المسلمين منهم. هذا هو مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. الولاء حب الله ورسوله والمؤمنين ودين الإسلام، وتمني انتصار المسلمين ودين الإسلام على سائر النحل. البراء بغض الكفار، بغض دينهم، البغض القلبي الذي يترتب عليه تمني اندحارهم وتمني انتصار المسلمين عليهم. أما أدلته فهي كثيرة، أدلتهما فهي كثيرة من كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفي البراء يقول تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات كثيرة في هذا الباب. ننتقل بعد هذا إلى منزلة الولاء والبراء في الإسلام بعد أن عرفنا الأدلة أو شيئا من الأدلة الكثيرة على وجوب موالاة المسلمين والبراءة ممن؟ من الكافرين. عندما ننظر إلى منزلة مسألة في الدين ننظر إلى ذلك من خلال استقراء الكتاب والسنة، فننظر كيف أنزلها الله تبارك وتعالى، كيف أنزلها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبتأمل الكتاب والسنة نجد أن مكانة الولاء والبراء في الإسلام لها ثلاثة أحوال أو لها ثلاثة أقسام أو أمور. الأمر الأول من مكانتها في الإسلام أنها معنى الشهادتين،
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعناها أنك تنفي جميع المعبودات من دون الله وتثبت العبادة لله وحده، وهذا هو بعينه الولاء وإيش والبراء، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر عن الكفار المنكرين للشهادة قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون، لأنهم يعرفون معناها، هم استكبروا بعد أن عرفوا معناها، لأنهم علموا أن معنى النطق بلا إله إلا الله يقتضي الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وبالتالي نبذ جميع الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها حول الكعبة وغيرها. فهذا هو معنى الولاء والبراء. ولذلك يقول الإسلام، يقول العلماء الإسلام: لا ولاء إلا بماذا؟ ها؟ إلا ببراء. لا ولاء إلا ببراء، أي لا يمكن أن يكون الشخص مطبقا لمعنى لا إله إلا الله حتى يوقن ويعمل ويعلم ويعمل أنه لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، وبالتالي ينقض أو ينفي كل ما يعبد من دون الله. ومن هنا ذكر أهل العلم أن للشهادة كم ركن؟ ها؟ ركنان: الأول النفي والثاني الإثبات. الأول نفي كل المعبودات من دون الله، والثاني إثبات العبادة لله وحده. ولذلك سبحان الله حتى في آية البقرة قدم النفي على الإثبات، قال: فمن يكفر إيش بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه لا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت أولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فإن الكفار فهموا معنى لا إله إلا الله، نعم فهموها حقا، بل هم أعلموا منها، أعلموا بها وأفهموا لها ممن؟ من عباد القبور في هذا الزمان. كيف؟ ما وجه ذلك؟ من يجيب من الإخوة؟ أقول إن كفار قريش وقوم نوح قبلهم أعلموا بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور المنتسبين إلى الإسلام. كيف؟ كيف؟ أحسنت، أجعل آلهة إلها واحدة، ماذا يفهم منها؟ فهموا منها، هم فهموا أنهم لو قالوها للزمهم ماذا؟ ها؟ الكفر بهذه الأصنام التي يعبدونها. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من هنا أنكروها وهم يعرفون أنها حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مفهوم هذا؟ أما عباد القبور ماذا يفعلون؟ ينطقون بها أليس كذلك؟ ويصلون أليس كذلك؟ ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلون كل مسائل الدين، غير أنهم قد ينقضونها بكلمة واحدة. لو وقف أمام ميت في قبره وهو الكثير وقال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، بطل ذلك كله.
وأصبح هشيما تذروه الرياح، لا قيمة له، أليس كذلك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هنا قال أهل العلم إن كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله، وأنهم أشد وإن مشركي هذا الزمان ولا سيما عباد القبور ممن ينتسب للإسلام أجهل بمعنى لا إله إلا الله من كفار قريش. ولذلك الذي يقصر معنى لا إله إلا الله على إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هذا أجهل الناس بمعنى لا إله إلا الله، لأنه حملها على القول بوحدة الوجود وقد لا يشعر بذلك، وقد لا يعرف ما هي وحدة ليش الوجود، ومع ذلك يقع فيها. إذن الولاء والبراء هما معنى إيش؟ لا إله إلا الله. الأمر الثاني من مكانة الولاء والبراء في الإسلام أنهما شرط في صحة الإيمان، أنهما شرط في ماذا؟ في صحة الإيمان. فإذا اختل هذا الشرط انتهى الإيمان بالكلية، يعني لا يتصور وجود الولاء بدون ماذا؟ البراء، ولا وجود البراء بدون ماذا؟ الولاء. يقول الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا، انتبه هنا الشاهد، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه، أكمل، ما اتخذوهم أولياء. سبحان الله، رتب الشرط على المشروط بعد أن بين خطورة تولي الكفار، خطورة تولي الناس للكفار، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه، وهذا هو الذي جعلنا نعرف الولاء بأنه ماذا؟ حب الله ورسوله ودين الإسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، رتب صحة إيمانهم على عدم اتخاذ هؤلاء ماذا؟ على عدم اتخاذ الكفار ماذا؟ أولياء من دون الله. إذن المنزلة الثانية أن الولاء والبراء شرط في صحة ماذا؟ الإيمان. ولذلك فإن اتخاذ المشركين وعباد القبور وعباد القبور أولياء يناقض الولاء، بل هذا هو تولي الكفار المحرم الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإنك لتعجب عندما تتأمل هذه الآية الكريمة وما في معناها من أناس يتنكرون لأهل التوحيد وهم يدعون أنهم من الدعاة إلى الله تعالى، بينما يبايعون زعماء معينين بيعات سرية. هؤلاء الزعماء منهم من هو من عباد القبور، ومنهم من هو معروف بمواقفه من تكفير الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تكفير المسلمين، ومن القول على الله بغير علم، والقول بوحدة الوجود، وإنكار أسماء الله وصفاته، فيقدسونه حتى يبلغون به أنه الزعيم الأوحد في عصره والمؤسس. نعم، هو المؤسس لمنهجهم التكفيري الفاسد الخارجي، ويقدمون كتبه ويقدمون موالاته على موالاة أهل التوحيد. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث من مكانة الولاء والبراء في الإسلام أنهما أوثق عرى الإيمان، أنهما أوثق عرى الإيمان،
نعم هم هي أوثق عرى الإيمان. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إيش؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وعاد في الله فقد استكمل ماذا؟ الإيمان. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها ماذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا أحب الله ورسوله وكان أحب إليه مما سواهما ترتب على ذلك تقديم أمر الله وأمر رسوله على كل أمر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان ماذا؟ تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالحب في الله والبغض في الله هما الولاء والبراء، وهما أوثق عرى الإيمان. إذا نلخص ذلك بأن منزلة الولاء والبراء في الإسلام تتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما هو؟ من يعيد أنهما معنى الشهادتين. الأمر الثاني أنهما شرط في صحة الإيمان. الأمر الثالث أنهما أوثق عرى الإيمان. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع وهو أقسام الناس في الولاء والبراء. هل كل الناس يتساوون من حيث يعني منزلتهم عندك ومن حيث حكم من حيث موالاتهم ومعاداتهم أم يختلفون؟ ها؟ هل كل الناس سواسية؟ انتبه، هذه أقسام الناس، والذي يأتي بعده أقسام الموالاة. أما الذين تحدث عنهم الآن هو الذين تحدث عنهم الآن هو ماذا؟ أقسام الناس في الولاء. من المعول عليه والمسلم به كما تقدم أن الولاء يكون في الله ومن أجل الله، والبغض يكون من أجل الله، وأن الحب في الله والبغض في الله هما معنى الولاء والبراء، وأن الأساس الذي يبنى عليه الولاء والبراء هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام. لا يكون الولاء والبراء من أجل مصالح دنيوية ولا من أجل أغراض شخصية ولا من أجل قرابة نسبية ولا من أجل علاقة ترابية. إنما الولاء والبراء من أجل الدين، في دين الله جل وعلا. ومن هنا فإن الناس ثلاثة أقسام في هذا الباب. من تجب محبتهم مطلقا، محبة خالصة. من يجب بغضهم ومعاداتهم مطلقا، معاداة مطلقة. من يحب من وجه ويبغض من إيش؟ من وجه آخر. وإليك التفصيل، وإليك التفصيل. من تجب موالاتهم مطلقا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون على اختلاف درجاتهم، ويحبون الأمثل فالأمثل، فهؤلاء تجب محبتهم مطلقة، محبة الله ورسوله والمؤمنين وعلى رأسهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. تقدمت لنا الآية الكريمة وإنما وليكم من؟ الله ورسوله والمؤمنون. ثم قال والذين آمنوا، ثم قال ومن يتولى الله ورسوله
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار. وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، في رواية أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أبا بكر وعمر. وقال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هؤلاء الذين تجب ماذا؟ محبتهم مطلقا بدون قيد ولا شرط. وهناك القسم الثاني من يجب بغضهم مطلقا وتحرم محبتهم بل يجب البراء منهم، وهم الكفار أيا كانوا على اختلاف مللهم ودياناتهم، كما تقدمت لنا آية الممتحنة قد كانت لكم آية في إبراهيم والذين معه إذ لقد كانت لكم أسوة لقد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية الكريمة. فهؤلاء ماذا؟ ما حكمهم؟ تحرم موالاتهم مطلقا بأي شكل من أشكال الموالاة، ما عدا ما سيأتي من ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، من يوالى باعتبار ويعادى بإيش؟ باعتبار. من هم هؤلاء؟ ها يا إخوان من هم هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من يجيب؟ ها؟ عصاة المؤمنين الموحدين. فهؤلاء يحبون بقدر ما معهم من الإسلام ويبغضون بقدر ما يقترفون من معاصي، فلا يعطون كما تقدم لنا غير مرة، لا يعطون اسم الإيمان المطلق ولا يسلبون مطلق الإيمان. يحبون على قدر إيمانهم ويبغضون على قدر معاصيهم، فلا نتبرأ منهم بالكلية كما يفعل التكفيريون والخوارج ونخرجهم من دائرة الإسلام، ولا نعطيهم الولاء الكامل لأن إيمانهم ناقص، ومن يكون إيمانه كاملا إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبناء عليه فإن هناك من تجب محبته باعتبار وتحرم باعتبار آخر، وهم عصاة المؤمنين. فتجد مثلا السارق والزاني غير المستحل يقام عليه الحد إبراء للذمة، وفي الوقت نفسه يعطى من بيته، يعطى الصدقة لأنه مسلم إذا كان محتاجا، وغيرهم من مرتكبي بعض المعاصي. طيب ما الذي يدل لذلك؟ ما الذي يدل لذلك من الآية من القرآن؟ لا غير موضع الصدقة، من القرآن. أحسنت، يعني قصة مصطح رضي الله عنه،
توجيه الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر؟ قال بلى، وعدل بعد أن أقسم أنه لا يصله أبدا. أيضا قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفيما ثبت في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وكان يشرب الخمر فجلده عدة مرات، وكثيرا ما يؤتى به ويجلد، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض مزاحه، فجلد ذات مرة فلعنه وسبه أحد الصحابة قال: لا تلعنوه فإنه إيش؟ يحب الله ورسوله. هل هذا تهوين من شأن المعصية؟ لا يا عبد الله، لكن هذا بيان أن المؤمن الموحد ولو كان عاصيا يختلف عن من؟ عن الكافر الذي كفر بالله ورسوله وألحد في دين الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الصنف من الناس يحب على قدر ما عنده من إيمان، ويبغض على قدر ما عنده من معاصي، ويناصح ويبين له الحق ويشفق عليه. ولذلك فإن هناك دعاء يجري على ألسنة البعض لا يجوز شرعا، وهو الدعاء لأصحاب المعاصي بالهلاك، وإنما ادعو لهم بماذا؟ بالهداية. هناك دعاء أول ما رؤي أول ما سمع من العز بن عبد السلام رحمه الله وتتابع الناس عليه، وهو مخالف للسنة، وهو قولهم: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. هذا حق جيد، لكن أين الخطأ؟ ويذل فيه أهل معصيتك. فلو قيل ويهدى فيه أهل معصيتي لكان أولى، ويؤمر فيه بالمعروف والمنكر، المنكر لا غبار عليها. لكن كلمة ويذل فيه أهل معصيتك انتقدها علماء الإسلام قديما وحديثا، فنحن نريد لهم الهداية. قد نقيم عليهم الحد، قد يقتلون، قد تقطع أيديهم، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، لكن مع هذا يشفق عليهم ويكونون في عداد المؤمنين. إذا كان الله تبارك وتعالى قد وصف القاتل بأنه أخ لمن؟ ها؟ المقتول. ما الدليل؟ فمن عفي له من إيش؟ من أخيه، سماه إيش؟ أخاه وهو قاتل له. والوعيد في القتل تعلمونه خطير جدا. أيضا سمى الطائفتين من المؤمنين المتقاتلتين اعتبرهما مؤمنتين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهما مؤمنتين مع أن إحداهما إيش؟ باغية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، فإن فاءت فإيش؟ فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. انتبهتم من الفرق بين فهم السلف وفهم الخلف لهذه القضايا؟ فإذن هؤلاء يحبون من وجه ويبغضون من وجه، فحبنا لهم من وجه لا يمنع من إقامة حد الله عليهم ومن أخذ الحق منهم، وأخذ الحق منهم لا يمنعنا أو لا يحملنا على أن نسلبهم ماذا؟
الإيمان أو أن نكفرهم كما تفعل من؟ الخوارج. إذن هذه المسألة واضحة، أقسام الناس في الولاء والبراء. أولا ماذا نلخصها؟ من يعيدها؟ لا، من الإخوة البعيد شوية، من يعيد؟ الإخوة البعيدين في الطف شوي، أحسنت. أيوة، قوم يحبون محبة مطلقة، أحسنت. وقوم يبغضون بغضا مطلقا، أيوة. الثالث، أحسنت، وقد سمعنا تفاصيل ذلك وأدلته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمسألة الخامسة، لكن يبدو المسألة الخامسة طويلة، وكذلك الضوابط، هذه سنرجئها إلى درس الغد إن شاء الله، لأن صلاة الاستسقاء قريبة، إقامة صلاة الاستسقاء قريبة، ونرجئ الكلام في المسألة الخامسة والمسألة السادسة إلى درس الغد إن شاء الله، وإن رأى الإخوة أن يسجلوها ويهتموا بتسجيل هذا الموضوع بدرس اليوم ودرس الغد بالذات، فإن أرجو أن ينفع الله به، لأن فهمه فيه رد على المفرطين ومن؟ والمفرطين، على الجفاة وعلى من؟ الغلاة، على حد سواء. وفق الله الجميع للعلم النافع، وبصرنا وإياكم في ديننا، وفق الله جميع العلم النافع على عمل صالح، كما نسأله تعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.